السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة قوية اسمها 3D Viewer، بيوريك الشغل بتاعك بطريقة أقوى. أعلم على العناصر وأقول له جيت 3D Viewer، تعلم وتقول له Finish، يبدأ ياخد لك الشغل بتاعك كله على بيئة مترندرة جاهزة بشكل كويس. هو هنا بيستعين باليونيتي، وده محرك ألعاب قوي جدا، وبيربط مع فورج، اوتوديسك فورج. فبيبدأ يحمل عناصر، احنا محملين بس عناصر كتيرة، فبيبدأ يجيب لك اهو المبنى، تقدر تشوفه بالشكل دوت. بيبدأ يشوف بقى الماتيريال الموجودة.